سلام عليكم قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة لو انت اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس علشان تشوف ملخصات احدث الافلام وتعمل لنا لايك للفيديو علشان تدعمنا ندخل على الفيلم احداث فيلمنا النهاردة بتبدأ من نهاية فيلم سبايدر مان فار فروم هوم وبيبدأ الفيلم ان هوية سبايدر مان اتكشفت للناس كلها وعرفوا ان سبايدر مان هو بيتر باركر واتعرف بين الناس انه مجرد قاتل مش بطل عشان ميستيريو بلغ عنه قبل ما يموت وقال انه قتله وبدا سبايدر مان يهرب من الناس بعد الهجوم عليه على اساس ان هو اللي قتل ميستيريو والناس شايفاه قاتل وبدات طيارات الجيش والشرطه تحاصره وبيحاول يهرب عن طريق المترو تحت الارض وبيهرب فعلا وبيوصل البيت وبيحاول ما يعرفش عمته اللي حصل لكن الاحداث اتنشرت على التلفزيون وعرفت ان هويته اتكشفت وطبعا كانت مصدومه وبتوصل الشرطه وبتحتجز سبايدر مان وعمته وام جي حبيبه سبايدر مان وند صاحبه وبتحقق معاهم وبيرفضوا انهم يتكلموا وبيطلبوا محامي لان مفيش اتهامات واضحه متوجهه ليهم وبيخرج فعلا بيتر وبيلاقي المحامي والمحامي هو دير ديفل لكن بيتر ما يعرفش ان ده دير ديفل وبيدور بينهم حوار والناس بتحذف طوبه على بيتر لأنهم لسه متضايقين وشايفينه قاتل وهنا بيقرر بيتر وعمته ماي إنهم يشوفوا مكان تاني لأن المكان ما بقاش أمان ما بيلاقوش قدامهم غير شقة هابي وبالليل قعد بيتر يتكلم مع إم جي وبيفكروا يعملوا إيه في الدراسة لأنهم المفروض يروحوا الجامعة لكن مع الوضع الحالي من الصعب إن الجامعة تقبلهم تاني يوم بيروح بيتر وإم جي وناد المدرسة وطبعا معظم المدرسة بتكرهه وبيلاحظ كمان إن حتى المدرسين بيكلموه بطريقة صعبة لأنه في نظرهم قاتل، وبيطلع بيتر وإم جي وند فوق سطح المدرسة وبيتكلموا عن حياتهم الجديدة بعد القبول في الجامعة، لكنه بيترفض من كل الجامعات حتى الجامعة اللي كانوا عايزينها، وبيفتحوا ظرف الجامعة وبيكتشفوا إن كلهم اترفضوا، وبيتر طبعاً كان متضايق علشان ضيع مستقبله ومستقبل حبيبته وصديقه ند، وبتجيله فكرة إنه يطلب المساعدة من دكتور سترينج، وبيقابله فعلا، وبيطلب منه يعمل له تعويذة تحل المشكلة اللي هو فيها، وبيقبل دكتور سترينج وبيقرر إنه يساعده فعلا عن طريق تعويذة في منتهى الخطورة، قادرة إنها تمسح جزء من ذاكرة الناس كلها، وبيبدأ فعلا ينفذ التعويذة، وهنا بيتر بيبدأ يطلب طلبات معينة في التعويذة، ومين يفتكره ومين ينساه، وبتتدمر التعويذة وبتنفجر فيهم. وبيبدأ المكان يتدمر لكن دكتور سترينج بيسيطر على الوضع وبيزعق لبيتر لأنه كان السبب في تدمير التعويذة وبيفكر بيتر في خطة تانية أنه يكلم رؤساء الجامعة ويحاول يقنعهم وبيعرف مكان واحدة من رؤساء الجامعة وبيروح علشان يحاول يقنعها فجأة يلاحظوا حاجة غريبة وانفجارات والناس بتجري وبيحس بيتر ان في خطر في المكان وبالفعل بيظهر دكتور اكتوبوس وبيبدأ يهاجمه وبيتر طبعا ما يعرفوش وبتتعرض رئيسه الجامعه للخطر وبيحاول بيتر يساعدها وهنا بيقدر دكتور اكتوبوس انه يسحب النانو من بدله بيتر ويطور بيها دراعاته وبيمسك بيتر فعلا لكن بيستغرب اما يشيل القناع وبيشوف وشه مش ده بيتر باركر اللي يعرفه وهنا بيتر بيكتشف انه بيقدر يتحكم في دراعات دكتور اكتوبوس لان تكنولوجيا النانو اتنقلت للدراعات وبيبدأ يتحكم فيه وبيسيطر عليه وبينقذ رئيسة الجامعة وبتنبهر بيه وبتشكره وبتبلغه انها هتكلم الجامعة علشان يقبلوه هو واصحابه وفجأة قنبلة خضراء بتتحدف وبيظهر شرير تاني اللي هو الجرين جوبلين بسرعة بيسحبوا دكتور سترينج هو والدكتور اكتوبوس وبدأ دكتور سترينج يشرح لبيتر اللي حصل وان ده بسبب التعويذة اللي انفجرت وبدل ما الناس تنسى بيتر باركر بدأ يظهر كل الأشرار من العوالم الموازية اللي يعرفوا إن بيتر باركر هو سبايدر مان وبيطلب دكتور سترينج من بيتر إنه يجمع كل الأشرار ويجيبهم له علشان يرجعهم للعوالم بتاعتهم مرة تانية وبالفعل دكتور سترينج ماسك واحد من الأشرار اللي هو ليزرد وبيضيف تعويذة في بدلة بيتر بيقدر من خلالها يجمع الأشرار وبيوافق بيتر ويطلب المساعدة من صحابه وهنا دكتور أكتوبوس بيتكلم باستغراب إزاي شافوا الجرين جوبلين على الجسر والمفروض إنه مات من زمان وبيروح بيتر يدور عليه لكن بيظهر شرير جديد اسمه إلكترو وبيكون بيجمع في الطاقة علشان يزيد قوته بيبدأ بيتر يهاجمه في الوقت ده بيظهر ساندمان وبيبدأ يساعد بيتر وبيقدر بيتر ينقل الكترو ساندمان مان لكهف دكتور سترينج وكده مش فاضل غير الجرين جوبلين لكنه هدي وظهرت شخصيته الحقيقيه اللي هي نورمان اوسبورن ويكسر الخوذه ويهرب وبيوصل تليفون لبيتر من عمته ماي وبتقول له ان في واحد من الاشرار عندها بيروح بيتر بسرعه علشان يلحقها وبيلاقي نورمان موجود هناك وقاعد مع عمته وبيطلب منه المساعده بيقول له هساعدك وبياخده على الكهف وهنا ساند مان بيقول لدكتور اوكتوبوس والجرين جوبلين ان هما الاتنين ماتوا وهما بيحاربوا سبايدر مان انتوا ازاي موجودين دلوقتي وبيظهر دكتور سترينج وبيحبس نورمان او الجرين جوبلن وبيكون معاه صندوق يرجعهم العوالم بتاعتهم مرة تانية وبيتر بيعترض وبيقول لو رجعناهم العوالم بتاعتهم تاني معنى كده انهم هيموتوا وبيصمم انه عايز يساعدهم بأي طريقة وما يخلهمش اشرار وبيغدر بدكتور سترينج وبياخد منه الصندوق وبيهرب وبيحصل بين الاتنين مطارده ودكتور سترينج بينقل بيتر لبعد المرايه وبتستمر المطارده وبيكتشف بيتر ان بعد المرايه عباره عن هندسه وهو فاهم هندسه كويس وفعلا بيقدر يسيطر على دكتور سترينج وبيهرب بالصندوق وخاتم التنقل وبيرجع للاشرار وبيقولهم ان انا هساعدكم وبياخدهم شقه هابي واللي فيها اجهزه ايرون مان والمفاعل بتاعه اللي كان موجود في صدره وبيسيبوا ليزر محبوس تحت في العربيه وبيبداوا يشتغلوا على الشريحه اللي هتعالج اوكتوبوس وهتخليه هو اللي يتحكم في الازرع مش العكس وفعلا بتنجح الشريحه وبيرجع اوكتوبوس طيب مره تانيه وبيرجع النانو تاني لبدله بيتر بعدها بيبدا يعالج الكترو بجهاز يسحب منه الكهرباء وبيبدا بيتر يحس بخطر وفعلا نورمان بدا يتحول تاني للجرين جوبلين وطلع بيضحك عليهم وبيطلب من الاشرار انهم ينقلبوا على بيتر وهنا الكترو فعلا بيهاجم وبيسحب طاقه مفاعل ايرون مان وبيحصل بينهم قتال كبير وبتيجي الشرطه والاعلام عند المبنى وبيقدر الجرين جوبلين يهرب ويضرب العم مي ويرمي القنبلة الخضراء بتاعته وبتنفجر في المبنى وبتحاول مي تواسي بيتر وبتقوله إن كل ما القوة بتزيد المسؤوليات بتزيد معاها لكن إصابة مي كانت خطيرة وبيحاول بيتر ينقذها وبيوصل هابي وبيشوف المنظر وبتبدأ الشرطة تهاجم بيتر وبيهرب وبتموت العم مي وطبعا الإعلام بينشر كل ده وأكدوا إن بيتر مجرم وقاتل بيتر كان سايب صندوق دكتور سترينج مع نيد وام جي اللي كانوا مستنيينه لكنه ما وصلش وهو كان مبلغهم انه لو مرجعش يفعلوا الصندوق ويرجعوا الاشرار للعوالم بتاعتهم لكنهم قرروا يستخدموا خاتم دكتور سترينج ويدوروا على بيتر وفعلا بيلاقوه وبيفرحوا جدا لكن لحظه سبايدر مان لبسه غريب بيدخل البوابه ويقلع القناع طلع اندرو جارفيلد طبعا ند وام جي ما يعرفوش مين ده وبيعرفهم بنفسه ان هو بيتر باركر وبيقول لهم مين وفعلا بيقنعهم انه سبايدر مان بعد ما يوريهم مهاراته ويرجع نيد يحاول يستخدم خاتم دكتور سترينج مره تانية عشان يرجع بيتر صاحبه وهنا بيظهر سبايدر مان توبي ماجواير وبيعرف نفسه ان هو كمان بيتر باركر وبيتعرف النسختين بتوع سبايدر مان على بعض وبيوصلوا فعلا لبيتر بتاع النسخه الجديده وصحابه بيقولوا له جبنا لك ابطال هتساعدك وبيبدا توبي ماجواير واندرو جارفيلد يحاولوا يحكوا عن خسارتهم سواء لعمه او لحبيبته ويقرروا يتعاونوا مع بعض ويبداوا يصنعوا مصل للجرين جوبلين ويعملوا خطه وبيطلع بيتر في بس مباشر ويطلب من الناس تتمنى له الحظ وبيستنى الاشرار وفعلا بيظهر الكترو وليزرد وبيبداوا يهاجموا التلات نسخ من سبايدر مان وبعدها بيظهر كمان ساند مان لكن التلات نسخ من سبايدر مان مش قادرين يتعاونوا مع بعض وبيقدروا يعالجوا ساند مان وبيرجعوه لطبيعته لكن قوة الكترو مان اصبحت قوية جدا وده بسبب مفاعل ايرون مان وبيتفقوا انهم يبعدوا المفاعل عنه وهنا ليزرد بيشوف نيد وام جي وبيكون نت فاتح بوابة ومش عارف يقفلها وهنا بيوصل أكتوبوس وبيساعد التلات نسخ من سبايدر مان وبيوقف إلكترو ووصلوا الجهاز اللي بيسحب طاقته وهنا بيرجع دكتور سترينج وبيلاقي ان خطة بيتر بتنجح فعلا وهنا بيوصل جرين جوبلين وبيبدأ يهاجم الكل وبتقع ام جي من المبنى وبينقذها سبايدر مان اندرو جارفيلد وبيفجر الجرين جوبلين صندوق دكتور سترينج اللي المفروض يرجع الاشرار لعالمهم مره تانيه وبيبدا العالم ينهار وبيحاول دكتور سترينج يسيطر على الوضع وهنا بيتر بيضرب الجرين جوبلين بكل قوته بسبب انه موت له عمته وبيمنعوا توبي ماجواير لكن الجرين جوبلين بيقوم وبيطعن توبي ماجواير في الوقت ده اندرو جارفيلد بيحدف المصل لبيتر وبيحقن بيه الجرين جوبلين وبيروحوا لتوبي ماجواير وبيلاقوه كويس والطعنه مش خطيره لكن الوضع بدا يخرج عن سيطره الدكتور سترينج والعالم بدا يتدمر وبدات الناس اللي تعرف ان سبايدر مان هو بيتر باركر يدخلوا العالم بتاعهم ودلوقتي الحل الوحيد هو استخدام التعويذه ويخلي كل الناس تنسى ان بيتر باركر هو سبايدر وبدا بيتر يودع نسخ سبايدر مان ويودع نيد وام جي اللي هينسوه وبيوعدهم انه هيلاقيهم ويشرح لهم كل حاجه ويفكرهم بيه وبتتعمل التعويذه فعلا والكل بينسى هويه سبايدر مان مره تانية حتى صاحبه وحبيبته وبيتر بيروح يكلم ام جي وفعلا مش فاكراه لا هي ولا صاحبه نيد وبيرجع بيتر لشقته وبيلبس بدلته الجديده اللي صممها بنفسه وفي اخر الفيلم بنشوف فينوم بعد ما عرف كل الأحداث كأنه مش فاهم حاجة ومش قادر يستوعب وفي الوقت ده بيتسحب للعالم بتاعه مرة تانية لكن بيظهر مشهد إن في جزء منه لسه في العالم الحالي وبيظهر في مشهد تاني إن دكتور سترينج اتسبب في مشاكل للعوالم نتيجة إنه تلاعب بالزمن وبينتهي الفيلم على كده حابب أفكركم تاني بالاشتراك معانا وتفعيل الجرس وتعمل لنا لايك للفيديو لو عجبك شكرا ليكم